دابا في المستشفى الاقليمي خريبكا. علاش جيتي؟ جيت خويا باش نختن ولدي. جيت باش نختن ولدي. اسميت هذا الوليد؟ سميت وليد. شحال في عمره؟ عمره 9 اشهر. قلتي جيتي نعم ما مسجلاش؟ لا ما مسجلاش. نعم اذا كيفاش لقيتي الاستقبال هنا؟ لقيت هذا الشيء ديال بنادم مجموع هنايا وداك الشيء وطلبنا الحباب وساعدونا نرحم بها الوالدين. عطاوكم المساعدة؟ وساعدونا. نعم بحال اش المساعدة؟ نقابة ديال الفصفاط. نقابة الفصفاط هي اللي شكرا للجميع. نعم تبارك الله. الاخ الكريم انتم معاهم هنا؟ اييه انا مشارك مع سيفتي ككاتب ديال نقابة ديال الفصفاط اس ام بي النقابة الوطنية للفصفاط اي جي تي ام اس ام بي خريفكا. جاو الاخوة ديال اعضاء المكتب بكثافة وشاركوا في هذا الحفل الاعذار وتعاونوا مع العائلات المعوزة، العائلات اللي مساكن محتاجة لنا بزاف. ولكن انا كنقدر كنشكر لكم الطاكسي ما احنا عبروك. انا كنشكر منظمة الكشاف المغربي، كنشكر منظمة الكشاف المغربي، كنشكر جميع المنظمات الموازية اللي تابعة للهيئة الهيئة. ولا ننسى ان اشكر كثيرا جميع النقابات التابعه لاتحاد العام الشغال المغرب ومن بينهم اخوه ديال النقابه ديال الفصفاط اللي جاو وساعدوا هذه المراه. هذه المراه اللي جات قالت لك راه كمل الوقت. هذه المراه راه كاينه تقريبا 100 واحد. كاين عيالات وداك الشيء. ماشي انت منين؟ انا من خريبكه. نعم دابا تتسامع. دابا جيتي باش تشاركي في هذا؟ جيت باش نشارك باش نختن ولدي. ختنوا لك الوليد؟ ختنوا ليا. كيفاش تحسي انا دابا؟ فرحانه بزاف. فرحانه؟ علاش فرحانه؟ فرحانه لان ختنت ولدي وبزاف ديال الحوايج ساعدوني. اشكرهم بزاف بزاف بزاف. حتى انا كنت باغي نختن ولدي وفرحت. فرحت لانني ختنته. الزوج ديالها ربي يطول عمره ويسهل. عبر على اللحظه هذه. خويا انا من الدار البيضاء. نعم اسي. وحنا مشرفين هنا بخريف كاع الناس راه كيديروا معنا مزيان جميع هذا. نعم. وكنزازي هاد الناس ديال الناس ديال خريبكا. نعم. الله يرحم محمد السادس. نعم. الله يزيد لينا في عمره. نعم اخويا. الله يحفظه. نعم. وسيدي كنتمناو التوفيق للجميع. نعم. الله يكمل بيه. علاش تبكي يا لالا؟ فرحانه بهذا الوليد والجارتي فرحانه بيه ما قالتلاني فرحه. نعم. خليت بناتي في المدرسه وجيت معاه. كنشكر هاد الناس كاملين الله يجازيهم ربي بالخير. واليوم جمعه الله يجعل ربي يغطي دعمهم في الجنه. مسموح لنا نشر هذا الفيديو؟ ماشي ماشي في اليوتيوب. راه غادي نشرو في اليوتيوب. الله يرحم عليك. شكرا. الله يشافي المراه الوليده.